نكذب معظم أيامنا وأوقاتنا بس نفكر شنو ناقصنا، شنو ما عندنا، شنو عند غيرنا وشنو ما عندنا. ما نستانس باللحظة اللي احنا فيها، ودايماً هاي إحساسنا ينبع من الداخل إلى الخارج. هاي الإحساس اللي احنا قاعدين نحسه يوقفنا من التطور ومن إحساسنا بالاكتفاء الذاتي. مشاهدينا الكرام، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياتي قراري. من خلال حلقة اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن شيء اسمه الندرة الذاتية. الندرة الذاتية هي عكس الاكتفاء الذاتي، هي مشاعر تنبع من داخل الإنسان إلى الخارج، تمنعه من التطور ودائما تخليه أنه هو إنسان ناقص، تحسسه بالحزن وأنه هو دائما أقل من غيره. هاي الإحساس شلون يصيد الإنسان؟ أول سبب أن الإنسان يحس بالندرة أو إحساسه أقل من غيره بسبب الطفولة. كلنا مرينا الطفولة وكلنا يعني عشناها، في منها الحلو وفي منها الكريه. حتى اللي عاش طفولة حلوة لازم في يوم، يومين، شهر، سنة من السنوات، مرحلة ولا بد فيها حصل انتقاد، حصل فيها تنمر، انقالت له بعض الكلمات اللي انجرح منها. هاي الكلمات اللي انقالت له أو انجرح منها أو الناس اللي انتقدوه أو الفشل تأثر فيه تأثير جداً سلبي، وكل ما يكبر تكبر معه. فالطفولة لها دور جداً مهم في أن الإنسان يعني تصيده نوع الندرة. القرار بيده، يا أنه هو يحاول يعالج هاي الموضوع أو أنه هو شو يسوي، خلاص يستسلم ويتوكل على الله ويحس بالندرة. لكن شيء جداً ضروري أن الإنسان يكون على وعي وإدراك بهاي الأشياء عشان يقدر يتخطاها. الشيء الثاني أو خلينا نقول السبب الثاني اللي يؤدي الإنسان إلى الشعور بالندرة أو النقص هو لما يعتمد اعتماد كلي على تعلقه بالاكتفاء بالأمور الخارجية فقط. الأمور الخارجية جداً مهمة، بس بعد مو بتعني إن إذا أنا حصلت كل الفلوس وحصلت الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة أو عندي الفيلا اللي أنا خاطر فيها، لكن يمكن من جانب آخر الإنسان يعاني من مرض مزمن. يمكن الإنسان صحته بخير وبعافية، لكن يمكن حالته المادية تكون أقل. فلازم الإنسان يعلق الاكتفاء من الداخل والخارج، هي معادلة متوازنة، 50% من الداخل و 50% هم من الخارج. فدايماً يعني أنا ما بقدر أقول لكم إن الفلوس مو مهمة ولا تعني السعادة ولا تعني الأمور الزينة، لا بالعكس أكيد. يمكن في، ولا أقول لكم إن يمكن في ناس يقولون إن الدراسة تعني لنا اكتفاء، أنا ما أقدر أثني على هالموضوع وأقول لهم لا. بس بعد عندنا طرف آخر اللي هو المشاعر الداخلية، هي بعدهم تؤدي للاكتفاء. لأن إذا بس علقنا في الأمور الخارجية، الأمور الخارجية هي أمور مؤقتة ما راح تتم على طول. فيمكن في أي وقت ممكن الإنسان يفلس، ممكن في أي وقت الإنسان يوقف دراسته، ممكن في أي وقت الإنسان احتمال يفشل في المادة أو أي شيء من هالقبيل. لكن إذا حافظ على مشاعره الداخلية وشعوره اتجاه العالم الخارجي أو شعوره اتجاه الأمور اللي عنده، راح أكيداً يحس بالاكتفاء الذاتي، وبيحاول أنه هو شنو يتعامل مع الندرة ويتخلص منها للوصول إلى مرحلة الاكتفاء. النقطة الثالثة هو التركيز على اللي عند غيري. للأسف في بعض الأشخاص ما يطالعون اللي عندهم، إذا أحد شرى سيارة أحسن منهم معناته هما شنو عندهم ندرة، إذا أحد شرى فيلا أكبر من فيلتهم خلاص هما عندهم نقص، إذا أحد في وظيفة أحسن منهم هما معناته مو بزينين. دائما عينهم مركزة على غيرهم. إنزين إيش عليكم منهم؟ ترى هما نفس ما عندهم في أمور بعد ما عندهم. يعني صرفوا النظر عن الغير، ركزوا بس على أموركم، ركزوا على الأمور اللي عندكم. ترى صدقوني بتحصلون عندكم أشياء مليون مرة أحسن من عندهم، لأن في الأخير ما في كمال، كلش ما في كمال، الكمال لله سبحانه. فلما أنا كل ساعة بحسس روحي بالنقص وبالندرة وبس بقعد أركز على غيري ما يصير. يعني حتى قبل فترة هياني كيس جدا غريب، كيس انفصال. لما قعدت معاها مع البنية وقلت لها أنت ليش طلبت الانفصال وكل هالأمور،
مع الحديث ومع الجلسة ومع كل شيء اتضح أنه يعني لأن رفيجتها انفصلت حست لا هي ذيك انفصلت وبتصير عندها فرصة أن هي مثلاً تختار زوج جديد وتبتدي حياة جديدة. أنا بعد أبغى أسوي كذي. زين أنت ليش تسوين كذي؟ أنت مرتاحة، أنت مستانسة، الله رازقك بريال يعني يعزك وزين وكل شيء، بس لأن هي سوت أنا بعد بسوي؟ ليش يمكن هي اللي تاخذه بيكون أحسن من زوجك الحالي؟ وبعدين لمتى؟ وإذا ردت بدلته بعد بتردين تبدلين؟ يعني للأسف وصلنا لهبسط الأمور. ومشكلة في زمننا الحالي وايد أشياء قاعدة تأثر خصوصا على الشباب والشابات اللي هي شنو السوشيال ميديا قاعدين يشوفون هاي الانفلونسر وهالتأثير عليهم. مشكلة ما قاعد يأثر بطريقة إيجابية، قاعد يأثر بطريقة سلبية. يشوفونهم قاعد يسافرون ويشوفونهم قاعد يطلعون ويتشرون ويروحون، فدائما قاعد يحسون شنو بالنقص. لا، الاكتفاء الذاتي هو شعور داخلي ترى وليس من الأمور الخارجية. أنتوا ايش دراكم هم ايش قاعدين يعانون؟ فركزوا على نفسكم وتركوا العالم الخارجي. بتركزون على العالم الخارجي ركزوا على تطوركم. في سبب رابع وايد مهم وايد قاعد يأثر على كثير من الناس وفئة من المجتمع، هو كلام الناس عليهم. يعني قاعدين نلاحظ أن الناس من كثر ما تنتقد بعضها قاعدة تجرح بعضها. يعني تشوفون بعض في المناسبات او مثلا من زمان ما تشوفوا بعض، ايش فيك متنانه؟ او ايش فيك صايره هالكين عظمي؟ ايش مثلا عرستي صار لك كم سنه ليش ما جبتيها للحين؟ وي تطلقتي؟ ليش تطلقتي؟ اذا في احد يبي يبحق روح الطلاق؟ في احد ما تعرفون امتنت بسبب مرض، ضعفت بسبب مرض؟ ليش كثره الانتقاد وتحسسون الانسان انه هو ناقص؟ احنا تكلمنا الحين عن الاسباب، انزين خلينا نتكلم عن بعض الحلول او بعض الامور اللي الشخص مثلا اذا طبقها في حياته او خلينا نقول استند عليها راح تساعده انه هو شنو يحاول انه يتخلص من مرحله الندره ويوصل حق مرحله الاكتفاء الذاتي. اول شيء الانسان لازم يتخلص من سؤالين دائما يسال نفسه، من شنو انا لازم اخاف ومين لازم أنا ألوم؟ إنزين، ليش كل شيء في حياتنا نسويه لازم ندخل الخوف فيه؟ الحذر مطلوب وبالعكس الحذر شيء وايد زين، بس الخوف يمنعنا من التطور. الخوف يعد سبب من الأسباب اللي الإنسان إذا زيد الخوف أو قال دائماً أنا أخاف معناته راح يظل أكثر في منطقة الراحة اللي احنا نسميه شنو؟ الكومفورت زون. وهاي أخطر مرحلة الإنسان يمر فيها، لأن معناته قف مكانك خلاص، أنت مرتاح في هالمنطقة، لا تتطور ولا تجرب أشياء جديدة ولا تروح ولا تسوي، خلاص تم مكانك. فالخوف هو يعتبر من أكثر الأعذار اللي تحد الإنسان من التطور وبقائه في منطقة الراحة. السؤال الثاني اللي لازم ما نحاول حتى نجيب طاري، مين لازم نلوم؟ ليش لازم تلوم؟ أنت مريت في ظرف، انجرحت، شخص قطع عليك كلمة أدى إلى مثلاً فشلك، هوش أم أبو مثلاً ضايقوك في طفولتك، ما whatever شنو شنو كان هو الإنسان أو الموقف اللي أنت تمر فيه. طالما أنت طفت هاي المرحلة وصار عندك وعي إن أنت عرفت السبب الرئيسي حق اللي أنت فيه، خلاص لازم ما تلوم. بدل ما تلوم غيرك لوم نفسك إن أنت راضي التم في نفس الوضع. خلاص صادك الموقف، مريت يعني خلاص مريت في اللي أنت فيه، يا الوقت اللي أنت تتحرك، يا الوقت في اللي أنت توقف فيه، تحط على نفسك وتقول خلاص هم سووا اللي سووه، وأكيد الموقف اللي صادني ضاف لي خبرة ودرس في حياتي، ما أخذ مني شيء. يمكن صادتني بعض العقد الخفيفة أو يمكن بعض العقد العودة، لكن للحين عندك الوقت أو للحين عندك الوقت أن أنت توقفين على ريلك وهم تحاولين تعالجين وتفتشين العقدة أو تفتش العقدة اللي أنت فيها. فلين يجي الوقت أو تجي اللحظة اللي أنت تظن أن بسبب فلان أنا صادني كذي أو أنا صادني كذي بسبب فلتانة، وتبين تأشرين عليهم أو تأشر عليهم صبع الاتهام، لا، يا الوقت اللي تأشر فيه على نفسك، لا تلوم الناس، لوم نفسك اللي أنت راضي التم في الوضع اللي أنت فيه والمرحلة اللي أنت فيها. في الأخير الحياة قرار، عندك قرارين،
يا أن أنت تتم في اللي أنت فيه، أو أن أنت تدوس على نفسك وتدوسين على نفسك وتطلعين من اللي أنتوا فيه وتصيرون ناس أحسن من اللي أنتوا فيه. لا تقضون عمركم تلومون فلان وفلتان وتلومون الماضي. الماضي خلص ولا أنتوا عيال اليوم، ترى كل دقيقة طوف صارت ماضي. فخلكم في خلكم في اللحظة اللي أنتوا فيها وحاولوا ما تلومون أحد. الشخص الملام هو أنت أو أنتي. ليش؟ خلاص صار؟ لا لتم بس قوم ساعد نفسك عشان تطلع من اللي أنت فيه. في كلمة دائما نقولها فشيلة، كلنا متفشلين، كلنا عندنا فشيلة. أوكي، عندنا في أمور ما نتخطاها، في حدود ما نطوفها، نفس العادات والتقاليد والدين، هذه يعني ما نتكلم فيها. بس إذا أنا في حدودي، وإذا أنا مع قيمي، وإذا أنا عارف إيش قاعدة أسوي وعارف إيش قاعدة أسوي، وكل شيء عندي في شيلة. أنا ذكرت سبب من الأسباب قبل شوي، هو أن الاكتفاء يجينا 50% من الخارج 50% من الداخل. خلينا نقول يمكن في شخص عمره طاف 40 أو طاف 45 سنة، وحابب أنه هو يدرس، حابب أنه هو مثلاً يخلص دراسته. إنزين، لا ولا في شيلة. شعور أنه هو تكون عنده شهادة وأنه هو يطور من نفسه من الناحية العلمية راح يعطيه الاكتفاء ويخليه يتعدى مرحلة شنو؟ الندرة اللي هو فيها. لكن لا، لأنه هو يحس في شيلة، الناس شو بتقول عني؟ لا بس أنا خلاص مو بدارس. إنزين، هاي شعور يؤدي لاكتفائك الذاتي عادي. ليش كل شيء عندكم في شيلة؟ أرد وعيد وأقول إحنا ما نتكلم عن الدين أو الحياة أو العادات والتقاليد، إحنا نتكلم عن الأشياء البسيطة اللي كل شيء فيها في شيلة. حتى شيء ممكن يأثر علينا نخاف نقول إنه شنو أثر علينا، لأن لا وي في شيلة. أنا أقول كذي، شيلوا هالكلمة، حطوها في المكان المناسب. لا تحطون كلمة في شيلة أن توقفكم من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والتغلب على النقص أو الندرة اللي أنتم تحسون فيها. الحياة متروسة مسؤوليات، وكلنا قاعدين نمشي يعني صايرين كلنا في ربشة، ما عندنا حتى وقت نسمع نفسنا. سبب أو خلينا نقول عامل مهم أن الإنسان ممكن يسمع نفسه، هو يعطي حق نفسه وقت، وقت الجودة، أو اللي احنا ممكن نسميه الكواليتي تايم. اقعد مع نفسك أو قعدي مع نفسك، سمعي روحك، لأن مع الحياة أنت كنك قاعدة أو أنت كنك قاعدة تنفذ المسؤوليات، روتين تمشي عليه، برنامج تمشي عليه، فتعودت عليه، نسيت تسمع نفسك، نسيت أنت شنو تبي. يمكن أنت قاعدة تسوي شيء، أو يمكن أنت قاعدة تسوين شيء، تمشين في خط، تشتغلين في شيء، علاقات مع ناس أو أي كان شيء أنت متعودة عليه. بس هل هاي الشيء يسبب لك اكتفاء ذاتي؟ هل هاي الشيء يحسسك بالاكتفاء الذاتي؟ لأن ما عندنا وقت نسمع بعض أو نسمع نفسنا بالأحرى. اخذوا كواليتي تايم، قعدوا مع نفسكم، سمعوا روحكم، شوفوا شنو تبون. مرة في الأسبوع، ساعة في الأسبوع. أعرف أن مسؤوليات الحياة قاعدة تزيد، كل ما الإنسان يكبر مسؤولياته قاعدة تزيد، لكن هم بعد في الأخير ما يعني أن ما تقدر تبوق روحك نص ساعة ونص ساعة، أو ما يعني أن أنت حتى كأم أو كزوجة تقدرين تأخذين وقت مع نفسك، وقت صمت، لأن الصمت جداً يساعد الإنسان أنه شنو يسمع نفسه ويعرف هل اللي أنا قاعدة أسويه قاعد يأديني حق الاكتفاء الذاتي، أم روتين مطلوب عليه أنا لازم أسويه. مو بعيب ولا غلط أن الإنسان يعترف بالنواقص اللي فيه. بعضنا نفسر النقص اللي فينا معناته ضعف، بالعكس هاي قوة شخصية. إذا الإنسان قال شنو ناقصة أو شنو هو عنده أو شنو هو ما عنده، شيء جداً مهم يعترف بهالأمور ويقعد مع نفسه يعترف، يقول أنا إذا غطيت نفسي في هالمرحلة راح شنو يعني أحاول أن أنا مثلاً أتعدى مرحلة الندرة، ويساعدني هاي الشيء أو هاي النقص اللي أنا اعترفت فيني واشتغلت عليه عشان أطور فيه من نفسي راح يساعدني للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. مشاهدينا الكرام، خلونا نطلع فاصل، رجع لكم إن شاء الله بعدها مع ضيفة حلقتنا لليوم. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل مع ضيفة حلقتنا لليوم. خلونا نرحب بالأستاذة ليلى القصاب، الرئيس المالي لشركة بنفت. يا هلا ومرحبا فيك وشرفتينا ليلى اليوم. هلا عايشة. أختي ليلى، ممكن تتكلمين لنا عن رحلتك في الحياة ودورك في هالرحلة أساسا في الحياة؟ والله وين أبدأ؟ ليلى
أم، رئيس مالي، كوتش. بديت حياتي خلينا نقول العملية من عقب الجامعة، رجعت البحرين وبديت مع شركة تدقيق، والحمد لله تميت معاهم ودرجت في المراحل في هاي الشركة إلين وصلت إلى مدير تدقيق. ومن بعد مدير التدقيق حصلت فرصة في بنك من البنوك العالمية الموجودة في البحرين، وانتقلت معاهم وبعد واصلت معاهم فترة معينة إلى أن صار في فرصة ثانية مع شركة بنفت، والحين الحمد لله معاهم صار لي سنتين ومسؤولة عن القسم المالي والأمور المتعلقة بالمالية في الشركة. هذه من ناحية العملية. كليلى الأم عندي الحمد لله حياة، كزوجة وصديقة وأم وبنت الحمد لله. الحمد لله. ليلى، يعني ما شاء الله كل اللي ذكرتيه أو كل الأمور اللي أنت ذكرتيها أو دورك في المجتمع كأم، كزوجة، خلينا نقول ككوتش وكرئيس مالي في شركة معروفة في البحرين، أكيد من خلال هاي الرحلة مرت عليك الندرة الذاتية أو مرحلة فيها الندرة الذاتية. صحيح. فممكن تتكلمين لنا هل مرت عليك وشلون تعاملتي معاها؟ يمكن إحنا إذا بنذكر الندرة الذاتية، وجود شيء ناقص أو شيء يحسس الإنسان بنقص، أول شيء لازم تتذكر شنو كانت مرحلتي مع بدايات العملية. ففي البداية كنت راجعة من جامعة وفي حماس الشباب، صح، وبالنسبة لي إن كل اللي عرفته واللي درسته في الجامعة يتطبق في العمل. فلما كنت أواجه مثلاً مدير يقول لي لا مو بهاي الطريقة، ولا موضوع في ظني إنه هو الأصح على حسب رأيي يعني، صح، فكان بالنسبة لي يعني يكون تشالنج صعب إنه ليش ما قاعدين يسمعوني ولا ما قاعدين يفهموني. صح. أنا أعرف يعني أنا دارسة وأنا قاعدة أشوف إن هاي الطريقة الصحيحة، فما بال إن الشخص الآخر كان مثلاً عنده رأي آخر، فهذه كان يسبب مثل تصادم. صح. طبعاً في أي جهة عملية، في أي وضع عملي بيكون في تصادم وبيكون في علاقة عملية تتواصل، يعني في النهاية أنت هذه مسؤول وأنت تسمعين كلامه في النهاية. صح. بس كان يضايق إنه لما تحسين إنه بس أنا بعد عندي رأي وأحب إنه يسمعني. إلى أن وصلت إلى استنتاج وإنه هو موضوع أنا كان وايد يسبب لي. كلمة أنا هي كانت تسبب لي مثل هاجس إن أنا صح أنا أعرف إن ليلى صح. ليلى صح، بس مو بليلى تتكلم، ليلى تتكلم عن أنا نفسي ذاتي. فلما استنتجت إنه والله هو لو تخليت عن موضوع الأنا شوي راح يصير الموضوع بشكل أسهل. صح. في النهاية هو فريق، واحنا في النهاية كلنا هدفنا ان العمل يستوي بالطريقة الصح. صح. اللي قدامي ينظر الى موضوع غير عن الطريقة اللي انا انظر لها. فلما غيرت طريقة اللي انظر الى المواضيع وانتهيت من موضوع الانا، حسيت ان الاشياء قامت تصير بسلاسة اكثر. صح. مو معناته ان تخليت عن شخصيتي او ان خليت احد يتحكم فيني، بالعكس لما بعدت عن موضوع الانا، عن موضوع ان لازم أنا أكون صح، اكتشفت أن بدأت الأمور تصير على طريقتي أنا أكثر من لو أصريت على الأنا على رأيي. لما بديت أسمح للآخرين أنهم يبدون رأيهم، صارت الناس هي بعد تسمح لي أن أبدي رأيي، فصار العمل أسهل، صارت الحياة أسهل، كله لأن موضوع تركت شوي الأنا. وأعتقد هذه هي الندرة اللي الحمد لله استنتجت انها هي موجوده، والحمد لله اعتقد تغلبت عليها الحمد لله. ففي عوامل اخرى تبعتيها عشان خلينا نقول مثلا تقللين من مرحله الندره؟ اعتقد اهم مرحله هي الادراك الذاتي. الواحد لما يكون عارف نفسه وعارف شنو هو وشنو يقدر وشنو ما يقدر، يوصل الى مرحله هو متمكن من نفسه. هاي الإدراك، هاي المعرفة بالذات هي أعتقد أهم مرحلة الواحد يقدر يتغلب فيها على أي ندرة ذاتية يمر في حياته. مو بشرط تكون موضوع الأنا، ممكن يكون أي شيء نقص أو أي شيء في 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 شخصيته يخليه يحس إنه ينظر من منظور واحد. لما
يبدأ يعرف ذاته ويعرف هو شنو الأشياء اللي تميزه وشنو الأشياء اللي ممكن يحتاج يطور منها، هني تبدأ مرحلة التطور الذاتي، وهذه أول مرحلة اللي يقدر يبني فيها الإنسان نفسه ويبتعد عنه شوية الندرة الذاتية. شكراً أستاذة ليلى على وجودك معنا، صراحة أنا كنت جداً سعيدة وأنا أسمع كل كلمة قاعدة تقولينها. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نلاقيكم إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم مع موضوع جديد. في حفظ الله ورعايته.